لما نطبق هذا الكلام النظري، علم بناء الدول أو الهندسة السياسية على نماذج ودول مختلفة، نجد الحقيقة إن في نماذج مذهلة. من دولة فاشلة بقت دولة باهرة، من دول ما كانش حد يتوقع إنها تخطي خطوة واحدة لقدام بل إنها ممكن تتوارى وتختفي تماما، إلى دول بقت دلوقتي بتقود الثقافة والتقدم العلمي والتكنولوجي في العالم. مثلا نموذج لذلك دولة سنغافورة. سنغافورة دولة مطرودة، يعني هي كانت حتة من ماليزيا، وماليزيا طردتها، وماليزيا رفضت ان سنغافورة تكون جزء من ماليزيا. الاتحاد الماليزي، كانت سنغافورة جزء من هذا الاتحاد الماليزي، وبعدين الماليزيين عملوا اجتماع وقرروا طرد سنغافورة بره الاتحاد. فتخيل بقى لما دولة يقتل لها بره وتطلع بره وتنجح سنغافورة هذا النجاح المذهل. فأول شيء عملوه الهندسة الجغرافية، البلد صغيرة فردموا في البحر عشان يكبروا البلد. فتخيل دولة مطرودة ودولة مساحتها صغيرة فتردم في البحر علشان تكبر مساحة الدولة. وبعدين زعيم عظيم هو الزعيم لي كوان يو. فلي كوان يو وضع بقى الهندسة السياسية لسنغافورة، فالدولة المطرودة الصغيرة اللي ردمت في البحر بقت بعد كده نموذج للنجاح. وطبقت في ذلك رباعية مهمة: التعليم، التخطيط، الإبداع، الرجل المناسب في المكان المناسب، الإدارة. فالإبداع والابتكار والإدارة المتميزة والتعليم وقبل ده كله التخطيط، فالأربع حاجات دول هو مربع النهوض السنغافوري. وكتاب الزعيم لي كوان يو اللي هو قصة سنغافورة من التخلف أو من العالم الثالث إلى العالم الأول، هو ده بالضبط التعبير عن الهندسة السياسية. إزاي تاخد دولة متخلفة مطرودة ضيعة تماما مش عارفة أصلا تعمل إيه في العالم، وبعد كده نفاجئ أنها سنغافورة الآن اللي هي في منتهى التقدم وبقت في مصاف الدول المهمة والناجحة في العالم. 2. كوريا الجنوبية هي كمان نموذج للهندسة السياسية. كوريا الجنوبية شافت أيام وسنين صعبة جدا، لو حد مر بيها ما اعتقدش أصلا يقدر يصنع الأمل من قلب اليأس اللي كان موجود في كوريا الجنوبية. شبه الجزيرة الكورية بلد واحدة، احتلال ياباني 36 سنة، انقسام، حرب إقليمية هي صدى لحرب عالمية، موت ودم وفقر، بلد ضائع تماما. ولكن نجحت كوريا الجنوبية برضو بنفس الرؤى، التخطيط والعلم والإدارة، إنها تبقى في مصاف الدول المتقدمة. اللي شفته كوريا الجنوبية أصعب مما يتخيل أحد، بلد ليس فيها إلا الفقر والدم. بعد كده كوريا الجنوبية كان فيها لا تعليم، مش تعليم ضعيف، لا تعليم، بلد مش موجودة نهائي على خريطة التعليم في العالم. دلوقتي بعض جامعات كوريا الجنوبية من أفضل 100 جامعة في العالم. بلد لا إبداع، الإبداع صفر، الإبداع في الدم والقتل والخراب. دلوقتي رقم 3 في العالم في براءات الاختراع. الهندسة السياسية، التخطيط والتعليم اللي نقل كوريا الجنوبية من هذا الوضع إلى وضع ممتاز. 3. ماليزيا. ماليزيا برضو في الخمسينات، سنة 57 وقت الاستقلال، كانت برضو وضعها سيء جدا، كان دخلها قد بلد يعني محدودة جدا زي هايتي، زي هندوراس، بلاد صغيرة جدا مش موجودة تقريبا، أو يعني موجودة ولها كل الاحترام لك وضعها الاقتصادي ضعيف جدا، وكانت أقل من غانا. إنما دلوقتي أصبحت ماليزيا هي يابان أسيا الجديدة. لما جاء الدكتور مهاتير محمد باني نهضة ماليزيا قال جملة ذهبية، معناها بقى لما تبصوا على الدول اللي نجحت ماليزيا يمكنها فعل ذلك. شوف روعة الجملة، ماليزيا يمكنها فعل ذلك، نقدر نعمل زي ما عمل الآخرون. وفي كتابه مذكرات مهاتير محمد
بيقول حاجات كتيرة جدا، بس من أبرزها نقطة سهلة جدا معبرة جدا. فالدكتور مهاتير بيقول إنه كنت أنت قبل مهاتير ما يعمل هذا الإصلاح علشان تعمل شركة محتاج 200 موافقة. شوف بقى مين يخلص 200 موافقة منفصلة، يعني كل موافقة من مبنى تاني، فتروح 200 مشوار. ده لو انت يعني عبقري وانجزت، فانت هتروح 200 مشوار في 200 يوم، طلع الاجازات سنة علشان تاخد الموافقة. طبعا مين اللي يقدر في كل مشوار ينجح؟ فاكيد تاخد لك بقى سنين علشان تأسس شركة 200 موافقة منفصلة. دكتور مهاتير بعد الإصلاح الإداري العملاق بقت تقريبا بتاخد 3 أيام. وبيقول إن بناء منزل في ماليزيا بكل موافقاته أسرع من رخص بناء منزل في لندن. فتخيل بقى لندن كانت فين وماليزيا فين، والنظام الإداري الماليزي يتجاوز لندن، أو نظام الاستثمار في ماليزيا يتجاوز بريطانيا. والدكتور مهاتير يقول لك بعد 200 موافقة قبل كده دلوقتي تقدر تأسس شركة أو تبني منزل أسرع مما تؤسس شركة أو تبني منزل في لندن. الهندسة السياسية ورؤية الدكتور مهاتير كانت الأساس في نقل ماليزيا من وضع سنة 57 لا يذكر إلى يابان آسيا الجديدة. نموذج آخر الصين في عهد الزعيم دينج شياو بينج. الزعيم دينج العظيم عمل رباعية مهمة جدا، تحديث الجيش، تحديث الزراعة، تحديث الصناعة، تحديث العلم. الأربعة دول، الجيش والزراعة والصناعة والعلم، الأربعة دول هم المربع الذهبي الذي قاد الصين العملاقة. 1.5 مليار صيني، يعني لو هيشربوا شاي بتتكلم على 1.5 مليار كوباية شاي. لو هم هيتعشوا يعني في اليوم بتتكلم على قرابة 5 مليار وجبة يوميا. فتخيل الشعب العملاق ده واللي كان عنده مشاكل كتيرة جدا يقدر ينجح في هذا المربع، تحديث الجيش، تحديث الزراعة، تحديث الصناعة، تحديث العلم، ومن ثم التعليم. وبقت في نقلة أسطورية. وبرضو الدول زي ما قلت لحضراتكم بتتلمس على التجارب الأفضل، بتاخد من عند كل الدول أفضل ما عندها وتنقله إلى بلادك. وده اللي عملته الصين، فأخدوا المحاسبة والبورصة، خدوا نظامها المتقدم من أمريكا وبريطانيا، وأخدوا النظام العسكري من فرنسا، وأخدوا التخطيط من كوريا الجنوبية وسنغافورة، وأخدوا نظام البنك المركزي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وأبدعوا إبداع كبير جدا. يبقى إذن في إبداع داخلي، في رؤية داخلية، في مربع للاستراتيجية الصينية، وفي نفس الوقت اتعلموا من دول أخرى فنقلوا منها النظم الحديثة، فأصبحت الصين كما نرى. هي ديت الهندسة السياسية التي نقلت دول من حال إلى حال، رؤية كلية شاملة، وكل دي الأجزاء تمضي في وقت واحد في طريق محدد. وهو ده اللي خلى دول كان ميؤوس منها تماما، دول فاشلة أصبحت دول ناجحة، ودول تائهة أصبحت دولا باهرة.